السلام عليكم. في هذه الاجواء الربيعيه كتواصل الاستعدادات تحضير العرض ديفيلي ديال اليوم السبت بمشاركه 19 مصمم ومصممه، بينهم اربعه غادي نتقربوا منهم اكثر اليوم، هما سهام الهبطي، سميره مهيدي كنوزي، هدى اللاريني وقاسم ساهل. اقترح لكم نحضروا حصريا لسيونس ديسياج ديالهم. بالنسبه ليا فهو خصو تكون فيه داك اللمسه التقليديه، ما فيها الخدمه المغربيه، يعني الواحد خصو يشوف الخدمه القديمه يحاول يوظفها بطريقه جديده عصريه، ماشي نخدموا الخدمه ديال دول اخرى، يعني خصنا نشوفوا الثقافه ديالنا ونحاولوا نبرزوها بحله جديده، وهذا هو القفطان ديالي. عجائب الدنيا السبعة فهي إنجازات معمارية وهندسية، وحنا بغينا نديرو القفطان المغربي بحال الانويتيام مغربي. بالنسبة للأثواب اللي كنستعملو فهي نفيسة والخدمة ديال المعلم، وبحال دابا حنا هاد الزخارف كنطبقوها على شكل طرز الخدمة ديال المعلم، والأحجار اللي بالنسبة للألوان إلى آخره. قاسم ساهل هو كيخدم على دي ماتيار ان بو ليجير، كنخدم بزاف على التول، على كاع لي ماتيار سون فلويد. لا كرياسيون ديالي كنعتبرها بلوس مودرن بارابور دوطخ ستيل ديال دوطخ كرياتور. سي ان ستيل ان بو فلويد ليجير شيك اي جون. J'ai apprécié la civilisation perse et du coup Adlam, l'âme, surtout la thématique des les sept merveilles du monde, j'ai trouvé que les Perses ou la civilisation perse quand un doom les jardins suspendus de Babylone. Ce qui fait, j'ai utilisé beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs et ça colle parfaitement avec mon style. دي سميرة مهيدي، تتعرف بأن كاين واحد البصمة اللي هي خاصة تتميز بها. أولا دي كافطون فريمون تخي تخي شيك تخي غلامور، اون تخي بون فينيسيون، و لا أوت كوتور دو كافطون بالتفاصيل الصغيرة ديالو بالأقمشة، يعني عندي واحد الاختيار مدقق في اختيار التواب، اختيار التطريزات، في تنسيق الألوان. اختيار هاد السنه لهاد التيما اللي هو عجائب الدنيا السبع، اللي تنقول بان كافطون 2019 غتكون الثامن من 8 ميرفي دو مون ان شاء الله، وباسكو جميع لي ستيليست يعني حاولوا يقدموا اجمل ما عندهم احسن ما عندهم، وانا بالنسبه لي اختاريت الفراعنه وحاولت ناخذ نقتبس يعني بعض الاشياء اللي هي جميله ونوظفها في القفطان، ونتمنى ان شاء الله يروق الجميع. انا كنحافظ ديما على الفصاله تكون تبقى فصاله مخزنيه ولا فصاله مغربيه، كنحاولوا نهربوا على لي ديكوب، هذا السين ديالي انا اللي كنهضر انا عليه. والحاجه اللي كنتميز بها هما يمكن يكونوا شيء، يكونوا الالوان، كنحاول الالوان يكونوا فاتحه
وكنحاول بعد نوبات نخلطوا الالوان ولكن بشكل ما يشوكيش الرؤيه ديال الزبون ولا اللي غايشوف الخدمة. ما بين العجائب اللي اختاريت هو الحدائق المعلقه البابل، واللي جذبني ليلو هما يعني الطريقه باش كيفاش تبناو. يعني انا ما جلبتنيش ليلو الحدائق فقط، بل هذاك العصر كيفاش تبنى القصر اللي كانوا عليه الحدائق المعلقه، الالوان اللي اعتمدوا عليها، يعني كان واحد المزيج رائع للالوان، الازرق الاخضر الالوان الورود، لانهم انا استلهمت التصاميم ديالي، وان شاء الله نتمنى يتعجبوا وان شاء الله يكونوا في المستوى ان شاء الله. نهايه لقائنا اليوم، تغطيتنا اليوميه القفطان 2019 في دورته 23 متواصله غدا في نفس التوقيت وعلى نفس القناه. السلام عليكم.